أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت قال وعن رافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصه بن مسعود بن زيد حتى اذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم اذا محيصه يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم اقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصه بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان اصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر في السن، فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: اتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم؟ أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قال: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد. عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في امر اخيه وهو اصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر او قال ليبدا الاكبر فتكلما في امر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا امر لم نشهده كيف نحلف قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله قوم كفار. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها. قال حماد: هذا أو نحوه. وحدثنا القواريري: حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ولم يقل في حديثه فركضتني ناقه حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة حا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن ابي حثمه بنحو حديثهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار ان عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصه بن مسعود بن زيد الانصاريين ثم من بني حارثه خرجا الى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح واهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربه مقتولا فدفنه صاحبه ثم اقبل الى المدينه فمشى اخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصه وحويصه فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شان عبد الله وحيث قتل فزعم بشير وهو يحدث عمن ادرك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لهم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم انه قال فتبرئكم يهود بخمسين فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار فزعم بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ان رجلا من الانصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم الله يقال له محيصه بن مسعود بن زيد وساق الحديث بنحو حديث الليث الى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال يحيى فحدثني بشير بن يسار قال اخبرني سهل بن ابي حثمه قال لقد ركضتني فريضه من تلك الفرائض بالمربد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسار الانصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مئة من إبل الصدقة حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني ابو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن ابي حثمه انه اخبره عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصه خرجا الى خيبر من جهد اصابهم فاتى محيصه فاخبر ان عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين او فقير فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم اقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم اقبل هو واخوه حويصه وهو اكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصه ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصه كبر كبر يريد السن فتكلم حويصه ثم تكلم محيصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، قال أبو الطاهر: حدثنا، وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، قال: اخبرنا ابن جريج، حدثنا ابن شهاب بهذا الاسناد مثله، وزاد: وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود وحدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا سلمه بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم واللفظ ليحيى. قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في اثرهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح، وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان: حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة حدثني أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ابوالها والبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من ابوالها والبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الابل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في اثارهم فادركوا فجيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا وقال ابن الصباح في روايته واطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حا وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أزهر السمان قال حدثنا ابن عون حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة، قال: كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز، فقال للناس: ما تقولون في القسامة؟ فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا، فقلت: إياي حدث أنس، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم، وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج. قال ابو قلابه فلما فرغت قال عنبسه سبحان الله قال ابو قلابه فقلت اتتهمني يا عنبسه قال لا هكذا حدثنا انس بن مالك لن تزالوا بخير يا اهل الشام ما دام فيكم هذا او مثل هذا وحدثنا الحسن بن ابي شعيب الحراني حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني أخبرنا الأوزاعي حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل بنحو حديثهم وزاد في الحديث ولم يحسمهم وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن معاويه بن قره عن انس قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينا فاسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينة الموم، وهو البرسام، ثم ذكر نحو حديثهم وزاد، وعنده شباب من الأنصار، قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس حا، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وفي حديث همام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عريناه وفي حديث سعيد من عقل وعريناه بنحو حديثهم وحدثني الفضل بن سهل الأعرج حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك ان يهوديا قتل جاريه على اوضاح لها فقتلها بحجر قال فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها اقتلك فلان فاشارت براسها ان لا ثم قال لها الثانيه فاشارت براسها ان لا ثم سالها الثالثه فقالت نعم واشارت براسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حا وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابه عن انس ان رجلا من اليهود قتل جاريه من الانصار على حلي لها ثم القاها في القليب ورضخ راسها بالحجاره فاخذ فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به ان يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني معمر عن ايوب بهذا الاسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن انس بن مالك ان جارية وجد رأسها قد رُض بين حجرين فسالوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فاومت براسها فاخذ اليهودي فاقر فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد راسه بالحجاره حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن قتاده عن زراره عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن منيه او ابن اميه رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وقال ابن المثنى ثنيتيه فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ايعض احدكم كما يعض الفحل لا دية له. وحدثنا محمد بن المثنى وابو بشّار، قال حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدّثني أبو غسان المسمعي، حدّثنا معاذ يعنى ابن هشام، حدّثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى. عن عمران بن حسين أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تأكل لحمه حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتاده عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته يعني الذي عضه قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي، فقال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لي أجير. فقاتل إنسانًا فعض أحدهما يد الآخر. قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر. فانتزع المعضود يده من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر ثنيته. وحدثناه عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. قال اخبرنا ابن جريج بهذا الاسناد نحوه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد، اخبرنا ثابت عن انس ان اخت الربيع ام حارثه جرحت انسانا فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبل الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو اقسم على الله لابره حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حفص بن غياث وابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حا، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قال أخبرنا عيسى بن يونس: كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله حدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن المثنى واللفظ لاحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا اله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا ثلاثة نفر، التارك الاسلام، المفارق للجماعة او الجماعة، شك فيه احمد، والثيب الزاني، والنفس بالنفس، قال الاعمش: فحدثت به ابراهيم فحدثني عن الاسود عن عائشة بمثله. وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكرا في الحديث قوله والذي لا إله غيره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير: حا. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير وعيسى بن يونس حا وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لانه سن القتل لم يذكرا اول. حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الاعمش حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبده بن سليمان ووكيع عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حا وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن ابي عدي كلهم عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير ان بعضهم قال عن شعبه يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ويحيى بن حبيب الحارثي وتقارب في اللفظ قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن سيرين عن ابن ابي بكره عن ابي بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه اثنا عشر شهرا منها اربعه حرم ثلاثه متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس ذا الحجه قلنا بلى قال فاي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس البلده قلنا بلى قال فاي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسنيه بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فان دماءكم واموالكم قال محمد واحسبه قال واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، ثم قال: ألا هل بلغت؟ قال ابن حبيب في روايته: ورجب مضر، وفي رواية أبي بكر: فلا ترجعوا بعدي. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين. عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره واخذ انسان بخطامه فقال اتدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه فقال اليس بيوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فاي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال اليس بذي الحجه قلنا بلى يا رسول الله قال فاي بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس بالبلده قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حماد بن مسعده عن ابن عون قال قال محمد قال عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل اخذ بزمامه او قال بخطامه فذكر نحو حديث يزيد بن زريع حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة، حا وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش. قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا وساق الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر وأعراضكم ولا يذكر ثم انكفا الى كبشين وما بعده وقال في الحديث كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا ابو يونس عن سمك بن حرب ان علقمه بن وائل حدثه ان اباه حدثه قال اني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل يقود اخر بنسعه فقال يا رسول الله هذا قتل اخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته فقال انه لو لم يعترف اقمت عليه البينه قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت انا وهو نختبط من شجره فسبني فاغضبني فضربته بالفاس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال مالي مال الا كسائي وفاسي قال فترى قومك يشترونك قال انا اهون على قومي من ذاك فرمى اليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال يا نبي الله: لعله، قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم اخبرنا اسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فاتى رجل الرجل فقال له مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه قال اسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن ابي ثابت فقال حدثني ابن اشوع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ساله ان يعفو عنه فابى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره ان امراتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغره عبد او امه وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امراه من بني لحيان سقط ميتا بغره عبد او امه ثم ان المراه التي قضي عليها بالغره توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وحدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، حا، وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلامة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: اقتتلت امراتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ديه جنينها غره عبد او وليده وقضى بديه المراه على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغه الهذلي يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم، وقال: فقال قائل: كيف نعقل ولم يسمّ حمل ابن مالك؟ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور. عن ابراهيم عن عبيد بن نضيله الخزاعي عن المغيره بن شعبه قال ضربت امراه ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال واحداهما لحيانيه قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديه المقتوله على عصبه القاتله وغره لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب. قال وجعل عليهم الدية. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل عن منصور. عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملة فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل قال فقال سجع كسجع الاعراب حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الاسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن منصور باسنادهم الحديث بقصته غير ان فيه فاسقطت فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغره وجعله على اولياء المراه ولم يذكر في الحديث دية المرأة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه عن المسور بن مخرمة، قال: إستشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة. فقال المغيره بن شعبه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغره عبد او اماه قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمه